استنى هعرض عليك عرض. شايف شوية المية الصغيرين دول؟ تشتريهم بدولار؟ فكر. لا مش عايز، شكرا. هشتري ده ما يسويش حاجة أصلا. طيب تخيل حضرتك ماشي في صحراء في عز الحر الشديد وعطشان وما معكش مية، وقابلتني وأنا معايا شوية المية دول وقلت لك تشتريهم مني ب1000 دولار وانت معاك فلوس، هتقول لي موافق. اديني المية وخد 1000 دولار، ولو قلت لك 10000 دولار وانت معاك هتدفع، لانه محدش معاه مية غيري. طب تخيل حضرتك انت في قبرك ميت بقالك 1000 سنة او 2000 سنة او ما قدره الله سبحانه وتعالى عليك، وقمت من قبرك عطشان مفيش مية خالص غير في مكان واحد بس، المية في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، بكم تشتري شربة ماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ب10000 دولار؟ ب100000 دولار؟ بملء الأرض ذهبا؟ مش معاك تدفع، بس تقدر تدفع في الدنيا دلوقتي. إزاي أدفع؟ أقول لك تدفع إزاي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فانت كل ما تصلي على النبي كتير، كل ما تقرب من النبي عليه الصلاة والسلام اكتر، وهتشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام شربة لا تظمأ بعدها ابدا. هتشرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام مش هتعطش خالدا مخلدا في الجنة بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان ليلة الجمعة ويوم الجمعة فاكثروا من الصلاة علي، فان صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام تفز بقرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.